الإحصائيات فيما يخص التصاريح بحوادث العمل والأمراض المهنية تاع السنوات الأخيرة تبين باللي 22% من حوادث العمل هي تقع في مجال البناء الأشغال العمومية والري. ضربت وكالة قسنطينة على غرار كل ولايات الوطن صباحية الوقاية من مخاطر المهنية بالعمل في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، وتم اختيار هذا القطاعات ليس لم يكن اختيار عبثيا، بل نظرا لأن هذه القطاعات تمثل النسبة الكبيرة من الأخطار من حوادث العمل الخطيرة والحوادث العمل المميتة.